من يعني واحد من ضمن اللي انت قلت لي فضل عليك في قطاع الناشئين النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل. هيا يا استاذ، ازيك؟ وحشني. مساء الفل، منورنا يا كابتن عادل. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. يعني حضرتك من الناس اللي ادوا فرصه لعربي بدر بالرغم ان هو كان صغير في 2001 وحضرتك كنت مدير الفني 97، لكن أيوة. كان موجود معاك وبيلعب بصفه اساسيه وكان في ثقه كبيره جدا في عربي بدر. انت فاكر يا كابتن اسامه لما جيت والكابتن محمود الخطيب اتكلمنا على ان الفرقه اللي تبقى تحت الفريق الاول ما تبقاش فرقه 97 بس، كان مظبوط منتخب للقطاع كله. مظبوط، تفهمني؟ اه، فكانت اول فكره عندي ان انا اشوف اللعيبه اللي امكانياتها اللي بروميس ممكن تروح الفريق الاول. اه، اول واحد لفت نظري كان عربي بدر من اللعيبه الصغيره. كان شادي رضوان، بس شادي رضوان للاسف اتعور في كتفه ساعتها. اه، كسر في التركوه وقتها فعلا. وكان في منعم وفي فخري مصطفى شوبير وقتها كمان كنت يعني بتصعده معاك على طول، وكان الحارس الاساسي بتاعك محمد عبد المنعم. اه، محمد عبد المنعم. مصطفى شوبير من الحراس الهايلين قوي. وانا يمكن عاوز اقول لك ان هو اكثر من مره واكثر من حته اتكلمت عليه ان هو من الموهوبين. يعني المهم ان عرف اللعيبه اللي انا افتكر يعني اللي قدراتهم تناسب النادي الاهلي. ليه؟ لانه روحه عاليه قوي، وولد محترم قوي بيحب النادي الاهلي قوي. دي حاجه مهمه جدا ودي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان هو ديفندر من الديفندرات الجداد اللي بيروح على الجون بيشتغل، بالرغم ان هو لسه في الفريق الاول لغايه دلوقتي ما لعبش ديفندر. يعني ما انا دي عايز اسالك كتير فيها. انت النهارده عربي توظف كتير خط وسط مدافع في الناشئين مع موسيماني بيلعب باك رايت ما شاء الله بيجيد، ده بيرجع بقى للشخصيه والموهبه ولا بيرجع ليها يا كابتن عادل؟ ما هو دلوقتي يا كابتن مسامي يمكن لو عربي ممكن يقول لك، انا كنت لما بقعد اعمل معاهم اجتماع اقول لهم اقل لعيب عندي لازم يلعب ثلاث مراكز. مظبوط. اه، يعني انت حضرتك كنت بتشتغل على النقطه دي برضو في الناشئين؟ طبعا، كل في اي لعيب عندك في اي حته لازم يلعب على الاقل ثلاث اماكن، منهم يجيب منهم اثنين كويس قوي والثالث ممكن يبقى في وقت لانك هتحتاج. اه، ولان يا كابتن اسامه في فلسفه في الكوره ايه؟ انك انت لما بتبقى في حته الباك رايت حتى لو انت راس حربه ورجعت تدافع بقى انت بتبقى باك رايت. مظبوط مظبوط. ولو رجعت تلعب الكره بدماغك بتقف على الست يارده فانت تبقى سيرد باك. اه مظبوط. فالمفترض ان اللعيب يلعب اكتر. فعربي في الامكانيات ان هي يقدر يلعب، انما الثمانيه بتاعه هايل جدا، عنده سرعاته هايله قوي. اه، عنده انقضاضه كويس قوي، بيعرف يلعب بدماغه وبيعرف يجيب جون. على فكره كان بيجيب جوان معايا كتير يعني. وكان بيهاجم كتير، ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ انه يبقى حاجه واحده بس، يبقى ازاي يعلن او ازاي تقول عربي بدر مع الفريق الاول الجمهور يقبله، ودي حاجه مهمه. والحمد لله انا شايف ان الجمهور بدا يقبله كويس قوي وان شاء الله هيقبله اكتر ويبقى أكثر. اخيرا يا كابتن عادل، النصيحه اللي حضرتك يعني تقولها العربي هو لسه بيبتدي مشواره مع الفريق هو عادل. اه طبعا يا كابتن، انا بشكر جدا كابتن عادل، من الناس اللي بجد يعني اثرت في حياتي جدا، وانا على مستوى الشخصي بحبه جدا وساعدني كتير في الملعب وبره الملعب، فطبعا بشكره جدا وانا بحبه جدا يعني بحبه جدا. ماشي. ويعني كابتن عادل عارف اتكلمني كتير، وحتى في الحته اللي هو حضرتك بتقول اللي هو لعيب بيلعب في اكتر من مكان، ده اكيد كان بيتكلم كتير لازم. انا ما عنديش اللعيب اللي هو يلعب في مكان واحد، لازم تلعب في اكتر من مكان، وده بيفيد المدرب وبيفيد اللعيب طبعا. تمام. عايز اقول لعربي بدر حاجه مهمه قوي. اتفضل. اول حاجه لازم تثق في اللعيبه جدا. وتثق في قدراتك، انت لعيب كويس هتقدر تعمل حاجه كويسه. كل ما تبقى افضل كل ما تتواضع اكتر. كل ما تلاقي نفسك الناس بتثني عليك لازم تدي اكتر. مظبوط. لعيب كره القدم وقت صغير، حافظ على الوقت ده، زمنك قليل كتير قوي، بنلعب 10 15 سنه البطل فينا. لكن لما ممكن تحافظ على نفسك كويس تقدر تلعب اكتر واكتر واكتر. وخلي ايمانك بالله وقدراتك ان انت تبقى حاجه قويه جدا، لانك انت عندك الامكانيات دي. واياك والغرور، اي لعيب كده. مش عايزين اي لاعب صغير، لكن عربي ان شاء الله ما يكونش ان شاء الله. واكيد دي نصائح مهمه كابتن عادل من نجم كبير زي كابتن عادل عبد الرحمن. بنشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل
بعد الفاصل نستكمل الحوار مع ضيف الكابتن عربي بدر.